السلام عليكم اخواتي فين ما كنتم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير هو كيوصلكم هذا الفيديو فيديو جديد ان شاء الله وصفه جديده اللي هي لا تارت او بوار اليوم ان شاء الله واحد العجينه اللي هي كاع الناس كيعرفوها اللي هي لا بات سابلي غنبداو بها ان شاء الله قبل ما نبداو في الوصفه ديالي كنطلب منكم باش تفعلوا الجرس ابونوا معايا باش يوصلكم كل جديد وديروا لي سيرتو لايك هذا فضل وماشي امر اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين نبداو بالمقادير يلا بسم الله كنحتاجوا في هذه الوصفه 250 غرام ديال الفرينه 150 غرام ديال السكر بيضه وحده 125 غرام ديال الزبده واحد القرصه ديال واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه الملحه ضروريه باش كنعدلوا ما بين السكر وباش ما بين الحلو والملح نبداو ان شاء الله غادي نبداو ان شاء الله نحط هذا الدقيق اللي هو منخول من 250 غرام ديال الدقيق كنزيدو فيها 125 غرام ديال السكر هذيك القريصه ديال الملحه كنخلطو هاد النواشف مزيان وغادي نديرو هاد الزبدة دابا هاد الزبدة اللي هي بحالة المطبخ اللي قلنا 125 غرام ديال الزبدة وغادي نبداو بيدينا كنرملو فيها كنرملو في هاد الدقيق العجينة ديالنا بعد ما رملتها انا يعني دخلت فيها هاديك 150 غرام 125 غرام ديال الزبدة غادي نزيد فيها بيضة وحدة غادي نجمعها بهذيك البيضة ان شاء الله الرحمن الرحيم بسم الله بيضة وحدة غير بالصبع ديالنا كتجي بحال هكذا غير بالصباع ديالنا كنجمعو هذيك لاباط ما كان ماشي صعيبه ولا غير حدها كتجمع وصافي هذا الشيء ما كان دابا غادي نجمعوها ونحيدوها من هاد البول وغنديروها فوق البلون ديال الطخافاي فوق هنايا وغادي نديرو لها بحال هكا مره وحده نديرو لها بحال هكا نتمنى الله تشوفوها مره وحده نديرو لها هكا مره وحده يعني في كل اتجاه مره وحده غير باش هذيك الزبده ديالنا الا كانت مازال ما مازال ما متلوقاش ولا مازال ما كركبه في العجينه كتطلق صافي انايا العجينه ديالي هي هذه كنجيب واحد البلاستيك انايا ما بقاليش الفيلم المونتير غادي ندير غير قطعت واحد البلاستيك ديال الكونجيلاسيون وغادي نديرو فيها العجينة كتجي رطبة كتجي زوينة كيما هكذا أنا قطعت واحد البلاستيك ديال الكونجيلاسيون ودرت لها بحال هكا
غادي نسرحها كيما هكا شويه. انها غادي ندخلها للفريجيدار ولا الفريغو هكذا. غادي نبلع عليها كيما هكا ونعاود نديرها في ميكا وحده اخرى باش ما يدخلياش. كي ديروها في الاخر في شنو سميتو في الفيلم اليمونتير، ضغطوا عليها باش ما يبقاش فيها الهواء، باش الهواء اللي كاين في البلاستيك يخرج. سمحوا لي غنغسل يديا. غنديروها بحال هكا، ما نسرحوهاش يعني، وغادي نطويوها وغندخلها هنا حيت ما عنديش البلاستيك اليمونتير ولا الفيلم اليمونتير. غندخلها هنا ان شاء الله بسم الله. هاد الخميشة ندلع عليها ونديرها في الكونجيلاتور ونرجع ان شاء الله عندكم فاش تكون العجينة ديالي واجدة، وداك الساعات غنصوب معكم الفوار العقدة اللي غادي نديروها ان شاء الله في لاطارت. نرجع من بعد ان شاء الله. رجعت لكم باش نوريكم كيفاش نديروا الفوار. الفوار انا قطعته وقشرته غسلته وقشرته وقطعته هكذا على جوج وحيدت له الدخلاني ديالو يعني اللي كيكون فيه وكلشي. هذا ما فيهش بزاف يعني، ما عندوش زريعه ولا عنده شي حاجه اخرى. غادي نديروا معاه نص كاس ديال السكر، واحد الكاس ما عمرش ديال الماء، واحد الخنيشة ديال الفاني كيما هكذا بسم الله، وعندي واحد نص ديال الليمونة حامضة اللي غادي نعصرها هنايا بسم الله. الإفادة فقط إلى صبتو كيما هذا كيتباع، هي ديال الخشب، هذا هو ديال البريس ديال سيترون، زوينة وصحية باسكو ديال الخشب، وكتعصر الليمونة مكتخلي فيها والو، هاكا، متباعش غالي، واحد هنايا واحد 2.50 ولا، راه ديال الخشب وغزالة يما، لقيتيش هذاك البريس ديال الضو ولا كنتي مزروبة ولا، غير بهذا كتقدر غلط، هاهي شوفوا نص ديال الليمونة تعصرات كلها، الإفادة فقط. غادي نشعلو عليه نخليوه تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقة حتى يغلي شويه بهذوك العناصر، وداك الساعات نحيدهم ونرجع لكم ان شاء الله باش نديرو العقده اللي كنديروها لداخل في الفون ديال لاطارت. رجعت لكم البنات، رجعت لكم حباباتي باش نديرو دابا لاباغي اللي غتكون في الفون ديال لاطارت. انا درت العجينه ديالي في الكونجيلاتور باش تبرد وتشد راسها باش كي نطلقها بالمدلك تكون عاطيه الطوم وما تقطعليش. دابا غادي نديرو لي زانغريديون ديال نتاع المقادير ديال لاباغاي اللي كتجي في الفون ديال لاطارت. كنحتاجو تقريبا 120 غرام ديال الزبده اللي هي كتكون بحراره المطبخ، كنزيدو عليها السكر، غنزيدو عليها جوج ساشيات ديال الفاني باش تدي نسمة حقاش البوار كيتواتى مع الفاني كيجي زوين معاه. وهاد الفاني هدا لو سكر فاني هدا ماشي مجهد ولا غير كيجي واخا كديري زوج كيجي هما هادوك. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نضرب هاد السكر الخيط ديال الروبو شوية بعيد نمشي هنا. Thank you.
تقريبا واحد 150 غرام ديال اللوز اون بودغ. غادي نزيدو جوج ديال البيضات غادي نزيدو واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا غادي نزيد واحد الراس ديال معلقه صغيره واحد نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى بحال هكذا دابا غادي نخلطو كلشي مع بعضياتهم الطاغي تجي كتجي كيما هكذا غنسرحوها ان شاء الله في الفون ديال لاطارت البوار ديالي بعد ما طابلي في هذاك الماء والسكر وشويه ديال الفاني والاخر شنو سميتو يا ربي قلنا الماء والسكر والفاني والسيترون اللي عصرت عليه درتلو بحال هكا وقطعتو وخليتو حتى الاخر ونولي معكم ونوريكم كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم بعد ما صحت شوية العجينة وبدات لونة خرجتها من الكونجيلاتور ما تخافوش منها إلا كان دايرة بحال هكا دغيا كتطلق ماشي مشكل أنا وجدت هاد البلا ديال الزاج اللي كيدخل الفران كنفرش له دائما هاد البابي سيلفريزي باش ما كنلقاش صعوبه باش نحيد لا طارت ديالي كما كانت يا صابلي ولا فايتي ولا بريزي المهم كان كنلقاش كاش صعوبه كندهن له الجناب ديالو بشويه ديال الزبده وهذا الشيء ما كان غادي تطلق لي العجينه ديالي شويه ونرجع لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم بعد ما طلقت العجينه ديالي كما هكذا كيكون ما يتعداش السمك ديالها 1 سنتيمتر باش ما تجيش غليظه بزاف كنهزها كما هكذا نروليها فوق الرولو نجيبو البلا ديالنا اللي غيدخل الفران وغادي نديروها بحال هكذا غنثبتوها مزيان غنثبتوها في الجناب
وداك الساعات غادي سبحان الله الهضره ولات كتلف كتعوج. غادي نثبتوا لها الجناب ديالها ومن بعد غادي نقطعوا لها الحواشي. غنجيب واحد الموس باش نقطع لها الحواشي وغنتكها كلها بالفرشيطه الجناب ديالها وكل شيء. عندي لها بحال هكا بسم الله. العجينه اللي تشيط لك كيما هكذا تقطعي وتشك ما ترميهاش، ديري لها دي بتيت تارتوليت اللي كيدخلوا حتى هما للفران، ولا الا ما عرفتيش ديريها دابا تقدري تخبيها في الكونجيل. ما تعجنيهاش، غير ديري لها غير بحال هكا وديري لها في واحد البلاستيك كيما غادي نديرها انايا. ما غاديش نديرها كيما دارت اختها رجيله، نديرها بحال هكا ونلوحها في الكونجيل ديالي. خرج منها كاع هاد البرد، المهم ما غداش كتجي كيما هكذا. نطلع لها شويه الحواشي ونثبتها مزيان لحقاش هاد شنو سميتو هاد لاطا اللي غتدخل في الفران عندها هادوك الحواشي مشنفين. فوالا دابا غادي نتكها كلها بالفرشيطه الجناب ديالها، نمشي بهم نمشي معاهم كلهم باش ما يتنفخ لياش ولا طارت وتجي خايبه. خاصها كلها تجي متكوها بالفرشيطه لحقاش هي فيها الزبده بزاف كتنفخ وكتجي قبيحه، ما كتجيش زوينه ما كتجيش شابه. كنسكرها كلها كتجي متكوكا هكذا. كاع البليصات اللي كتصيبي بلي راه خاصها باش ما نغزتيهاش بالاخر بالفرشيطه كتجي كيف ما هكذا. دابا جا الدور ديال لاباراي اللي غادي نديروها لداخل ان شاء الله. بسم الله ونسرحوها كلها ان شاء الله. غادي نجيب معلقه باش نسرحها. عندي لها بحال هكا سرحيها كلها. غندخلوها ان شاء الله الفران على درجه ديال الحراره ديال 180 وغادي نديروا لها ان شاء الله الرحمن الرحيم لا تمبيراتور من تحت ونرجعوا عليكم الخبر من بعد ما طيب. استناوني ما تمشوش بعيد. لا تارت ديال لابواغ بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه غزاله ما شاء الله الرحمن الرحيم تبارك الرحمن. انا دهنت لها هذه الجهه ديال اللوز، دهنتها بلا كونفيتور ديال لابريكو وزدت لها لي زامون دي فيلي. كيما هكا تزين اي مره كيما كنقول لكم دائما كتعرف تبدع وكتعرف تزين كيجي زوين كتجي غزاله هكذا بلي زامون دي فيلي. وندير هنايا في الوسيطه ندير لها شويه
غادي نخليها ان شاء الله الرحمن الرحيم تبرد كانت غادي تطيح غادي نخليها تبرد ان شاء الله ونرجع لكم ونقطع لكم بها فيها منها واحد المرسو باش تشوفوا ان شاء الله كيف جاتكم لا تارت او بوار بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل كتجي ما شاء الله لوز ولا بوار كتجي تبارك الله كتجي هشيشه تبارك الله ما شاء الله عليها جربوها في الديور ديالكم غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم والبوار كيمكن يكون في الدار ماشي صعب المقادير ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم تعجبكم وشهيه طيبه والى وصفه قادمه بحول الله